بناخد له مثال مقالة بتتكلم عن النماذج الهيكلية الناشئة لحوكمة المستشفيات العامة، وده ترجمة وتقديم حسن زين العابدين الفقي من مجموعة الموارد البشرية 2019-2020، مقدمة للأستاذ الدكتور ممدوح رفاعي أستاذ الموارد البشرية بكلية تجارة جامعة عين شمس. هذا الموضوع له مجموعة من العناصر الفرعية، الهدف تهدف الورقة إلى تقديم الفهم المعاصر والنماذج الهيكلية الناشئة للحوكمة التنظيمية للمستشفيات العامة من أجل توفير التوجيه المبني على الأدلة للبلدان التي تقوم بإصلاح هياكل حوكمتها للمستشفيات العامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المنهجية. استخدمت البعد الهيكلي لنموذج سياسة كوبر وفوساريلي وراندل ونظرية المؤسسية لمراجعة الأطر التشريعية لأربعة بلدان نموذجية، هي يعني اشتغلت في الحوكمة، هي المملكة المتحدة ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وغانا. والنتائج الورقة تميزت من ناحية النظرية من حيث حوكمة النظام الصحي والحوكمة التنظيمية في هذا النظام، كما تصور النماذج التشريعية البديلة الناشئة للحوكمة التنظيمية والتسلسل الهرمي للقائمين على الحوكمة والمطبقين على المساواة. مقدمة الصحة هي واحدة من العوامل الاقتصادية الكلية والسياسية الهامة لأي مجتمع، ومن ثم هناك منفعة عامة عالمية وقضية العدالة الاجتماعية والإنصاف متعلقة بالرفاهية والناحية الصحية. يمكن تقسيم حوكمة الصحة بشكل أساسي لمستويين، هما حوكمة النظام الصحي والحوكمة التنظيمية، والورقة بالتفصيل، كما أنها بتتكلم أيضا عن فجوات الحوكمة. ومكونات النظام الصحي، ومكونات النظام الصحي تتمثل في أعلى الهرم المنظمات السياسية والتنظيمية، ثم المستشفيات الخاصة العامة، ثم المنظمات البحثية والتدريب وهيئات التمويل والمرضى والأسر والمجتمعات وشركات الأدوية وشركات التأمين ومختلف الكيانات الأخرى خارج القطاع الصحي ومختلف الكيانات الأخرى داخل القطاع الصحي. يعني في الحقيقة دي المنظومة المتكاملة للنظام الصحي في أي بلد. وهناك مجموعة من التحديات للحوكمة المتميزة والفريدة للمستشفيات. المنهجية هنا طبعا قارنت بين هذه الورقة بين دولتين متقدمتين ودولتين ناميتين أفريقيتين، الأولانية المملكة المتحدة ونيوزيلندا، والثانية جنوب أفريقيا وغانا، من حيث مدى تطبيق للحوكمة في المستشفيات. وفي الورقة دي بتعرض ليه اختار الباحثين الأربع دول دول بالتحديد، وتوسط الورقة لعدة نتائج فيما يتعلق بالمملكة المتحدة. ليها ثم نيوزيلندا جميلة، ثم جنوب أفريقيا، و مجموعة تفصيلات لهذه الحوكمة في النظام الصحي، وأخيرا غانا وهيكل الحوكمة في نظام الصحة العامة. واختتمت اللي وضحت فيها الفروق بين مجموعة من النتائج والتوصيات استخدامها.
واختتمت الورقة بمجموعة من النقط الهامة بتقول: تلعب الحكومة دورا حاسما في تعزيز إنتاجية النظام الصحي والترتيبات الهيكلية المناسبة ومهمة لتسهيل تحقيق هذا الهدف. تعاني الحوكمة في مجال الصحة في الوقت الحالي من نقص الإطار المفاهيمي والمبادئ التوجيهية العملية التي تنطبق على المستوى التنظيمي، خاصة في بيئة اللامركزية. ومن أجل المساهمة في سد هذه الثغرات، سعت الورقة لتقديم بعض الأفكار العملية حول الترتيبات المؤسسية الممكنة بناء على مراجعة أنظمة حوكمة المستشفيات العامة في البلدان الأربعة اللي هم عينة البحث. وأبرزت الورقة أيضا السمات المؤسسية الرئيسية التي تميز تطور حوكمة المستشفيات العامة من خلال وضع إطار تشريعي واضح ومناسب، وفصل وضع السياسات عن تنفيذ هذه. بالإضافة إلى أوصت الورقة بإجراء دراسات مستقبلية للنظر في توسيع نطاق العينة من خلال تضمين بلدان ذات نظم قانونية مختلفة وقطاع خاص أيضا، إضافة إلى أن هناك حاجة لتحليل شامل فيما يتعلق بآثار وتفعيل نشاط المواطنين، لا سيما في البلدان النامية حيث يتمتع غالبية المواطنين بالسلطة. وطبعا ختاما أشكركم على حسن استماعكم أو استماعكم، شكرا لكم على حسن المتابعة. ترجمة وتقديم المفروض يعني حسن زين العابدين، ولكن اللي قام بتقديمها صوتيا أستاذ دكتور ممدوح رفاعي. أطيب التمنيات لكم جميعا بالنجاح والتفوق في هذه المادة. شكرا.